بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتكلم في موضوع الإيمان بوجود الله عز وجل بين أدلة المؤمنين وإنكار الملحدين، وما زلنا بنتكلم عن نشأة الحياة كمعجزة قطعية الدلالة على وجود الله عز وجل. آخر كلام قلناه في الحلقة اللي فاتت كلام فريد هويل، إن ليه حجة التصميم غير مقبولة على إنها بديهية. هو بيشوف ان الاسباب اكيد مش علمية، هي اسباب نفسية. العلم بيؤدي الى انك تدرك بما لا يدع مجالا للشك ان ده بالفعل احكام وتصميم واتقان حقيقي يدل قطعا على تدخل الهي. في عالم امريكي فيلسوف اسمه ستيفن ماير. ستيفن ماير له اكتر من كتاب، من ضمنهم كتاب سيجنتشر ان ذا سيل، توقيع في الخلية، موجود له ترجمة باللغة العربية من إصدارات مركز براهين، بيعلق فيه على كلام فريد هويل، وبيعلق فيه على إن التصميم بديهي. الإنسان سبحان الله ربنا وضع فيه المعارف البديهية الفطرية العقلية الأولية، بمجرد ما يشوف حاجة بيقدر يعرف ببداهة وفطرة وغريزة الحاجة دي نتاج احكام وتصميم واتقان ولا نتاج عشوائية وعمى وصدفة، لان الشيء في ذاته بيبقى فيه درجة من التعقيد الوظيفي زي ما قلنا، فيعرف على طول ان ده نتاج احكام وتصميم واتقان. ما بيلاقيش فيه ملامح الاحكام والتصميم والاتقان اللي الانسان بيقدر يرصدها ببداهة وغريزة وفطرة، خلاص تبقى نتاج عشوائية وعمى وصدفة. ستيفن ماير بيقول ايه؟ بيناقش فكرة هل بالفعل كمبدأ عقلاني ومنطقي وعلمي وفلسفي، هل الصدفة نتاج، يعني هل الصدفة في نطاق قدرتها تقدر تؤدي لإنتاج الحياة أو لإنتاج هذه الدرجات من التعقيد؟ هل ده ممكن أصلا؟ بيناقش فكرة هل الصدفة قادرة أصلا على نتاج هذا الإحكام والتصميم والإتقان؟ في ناس كتبت كتب في الموضوع ده، حدود الصدفة من إصدارات مركز دلائل، إن الصدفة ليها حدود، ما ينفعش أي حاجة في الدنيا تبررها بإنها نتاج صدفة وعشوائية وعمى، وإن أنت تقول مهما تركت لها من وقت القضية بس مسألة وقت، يعني أي حاجة ممكن تحصل محض الصدفة لو تركت لها الوقت المناسب. لا، الصدفة ليها حدود. فستيفن ماير بيناقش الموضوع ده وبيقول الطاقة وحدها لن تستطيع تركيب مجموعة من الأجزاء لتكوين نظام مثل الخلية الحية أو الطائرة. الموارد في حدود القوانين الفيزيائية الطبيعية مع الوقت لا يمكن تلاقي فجأة حاجة معقدة منظمة لتحقيق هدف معين حصل، ما ينفعش. المستوى ده من التعقيد، التعقيد الوظيفي، ما بيحصلش بمحض الصدفة. فكرة التعقيد الوظيفي ان شيء معقد من اجل تحقيق هدف معين يعني من ضمن معانيه البديهية ان ده امر مخطط له مسبقا. انت مثلا على سبيل المثال تعمل كوباية، انت عملت الكوباية دي ليه؟ عشان تحقق وظيفة معينة، انها تشيل المية فتقدر تشرب منها، فيبقى انت في دماغك هدف معين عايز تحققه، فعملت الشيء ده عشان يحقق هدفك، وبتلاقي بالفعل ان الشيء ده بيحقق الهدف من وجوده، يبقى ده قطعا ولا شك نتاج احكام وتصميم واتقان، لا يمكن يكون محض عشوائية وعمى وصدفة. فانت لما تدرس الخلية وتلاقي ان الخلية بتحقق وظائف، يبقى ده قطعا ولا شك نتاج احكام وتصميم واتقان، لان الحاجة بتعمل الوظيفة اللي هي اتعملت علشانها. فهنا بيقول لك ايه؟ تركيب مجموعة من الاجزاء لتكوين نظام مثل الخلية الحية او الطائرة يحتوي على تفاصيل دقيقة جدا من أجل تحقيق وظائف معينة. الدرجة دي من التعقيد هو بيقول إن
الطاقة وحدها والصدفة لا يمكن تحققها، لا يمكن تحققها. جراهام سميث له كتاب بعنوان The Life Puzzle، لغز الحياة، ده عالم كيمياء عضوية وبيولوجيا جزيئية، بيتكلم في نفس الموضوع، هل الصدفة قادرة أصلا على تحقيق هذا ولا لا؟ فبيقول الصدفة العمياء محدودة جدا، بإمكانها أن تنتج بمنتهى السهولة مجموعة من الحروف والكلمات القصيرة، ماشي، بيد أنه سرعان ما تعجز عن ذلك عند تزايد كمية التنظيم. يعني أنت لما تدرس الخلايا الحية تلاقي كمية ضخمة جدا من التنظيم والتعقيد والوظائف الحيوية والمعلومات الجينية، هذا الكم المفروض يوصلك ان قطعا ولا شك لا يمكن يكون نتاج صدفة. اي عائل هيقول كده. فمن المؤكد انه في وقت قريب جدا ستصبح فترات الانتظار الطويلة والموارد المادية المهولة غير مؤثرة. انت عايز تحقق المستوى اللي بنلاقيه في الخلايا الحية، عايز تحققه بمحض الصدفة، ده لا يمكن يحصل. هو بيقول لك ستصبح فترات الانتظار الطويلة والموارد المادية المهولة، مهما كان عندك موارد ومهما كان عندك وقت، كل ده هيبقى غير مؤثر، لان الصدفة العمياء محدودة جدا، لا يمكن تحقق هذا المستوى من التعقيد او هذا المستوى من الوظائف الحيوية او هذا المستوى من المعلومات الجينية بمحض الصدفة، ما ينفعش. المسألة مسألة مبدأ. العالم المتخصص في مجال نشأة الحياة ديفيد ايبل بيناقش نفس الموضوع وبيقول الاتي: يجب ان يتوفر لدينا اولا نظام تشغيل مكون من قواعد او قوانين قبل ان يكون لدينا برنامج. هو بيعلق على ايه؟ بيعلق على ان احنا بنلاقي ده في الخلايا الحية. الخلايا الحية عبارة عن هاردوير وسوفتوير، والاثنين بيشتغلوا مع بعض علشان يمارسوا او الخلية تقدر تعمل الوظائف الحيوية. فهو بيقول لك لازم يكون عندنا اولا نظام تشغيل قبل ما يكون لدينا برنامج. نظام تشغيل ده المقصود بيه الآلات وبرمجتها، وبعدين بقى نشوف ايه البرامج اللي الآلات دي هتنفذها. بالإضافة الى انه يجب ان يكون لدينا ايضا نظام تشغيل فيزيائي، اللي هو زي ما بقول كده مصنع. الخلية عبارة عن مصنع. هو بقى بيعلق: هل كل ده ممكن يحصل بمحض الصدفة؟ هل الصدفة قادرة على ده من حيث المبدأ؟ بيقول كل هذه المكونات يمكن أن تأتي إلى الوجود فقط عن طريق اختيارات ممكنة وليس عن طريق صدفة ممكنة أو قانون. يعني إيه اختيارات ممكنة؟ اختيار كائن له إرادة وقدرة وقوة وعلم وحكمة فيفعل ما يريد اختيارا علشان يحقق ده. إنما صدفة عمياء لا يمكن. كل هذه المكونات يمكن أن تأتي إلى الوجود فقط عن طريق اختيارات ممكنة وليس عن طريق صدفة ممكنة. هو بيقول مشكلة من ضمن مشاكل المذهب المادي هي أنها لا تعترف إلا بوجود شكلين فقط من الواقع، إما صدفة أو حتمية. لكن يا جماعة احنا بنتكلم عن شكل آخر من الواقع اللي هي اختيارات ممكنة، ولكن كلاهما غير قادرين، اللي هو الصدفة او الحتمية، كلاهما غير قادرين على كتابة قوانين نظام تشغيل او برنامج، وكلاهما غير قادرين على انتاج نظام تشغيل فيزيائي او اي نوع من الالات بالغة التعقيد، بما في ذلك الالات الجزيئية اللي هي الالات اللي موجودة داخل الخلية والتي تعد من اعقد الالات التي نعرفها. يبقى بالعقل والمنطق والفطرة والغريزة والبديهة والعلم وكل حاجة اللي احنا بنلاقيه في الخلية لا يمكن يكون نتاج صدفة او حتمية، ده نتاج كائن متصف بالإرادة والقوة والقدرة والحكمة والعلم وكذا
أراد أن يفعل ذلك ويخلق هذا ففعل وخلق. أنا شاكر جدا على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.